رايحة فين؟ ايه ده؟ سميحة؟ هدى؟ انت يا هدى؟ مع السواق؟ مدام سميحة انا خالص انا وهدى بن ستك هدى. انا هحاول افهم حضرتك. اطلع بره ما تورينيش وشك هنا تاني. حسن خلاص الولد ده ما يستناش هنا. حسن ملوش ذنب يا بابا، انا اللي بحبه. سامع اللي بتقوله يا بابا؟ اكيد انت اتجننتي. ازاي تحب ولد زي ده ما هوش في مستواكي؟ الناس هتقول علينا ايه؟ احنا اذا كنا بنمر في ظروف صعبه فاحنا ما زلنا برضه عيله ابو ماضي، يعني المقامات لسه محفوظه. فيها ايه لما احب واحد وهو يحبني بصرف النظر عن هو ابن مين؟ ابن واحد كان بيشتغل عندنا. ايوه وخدمنا كتير وكان طول عمره راجل طيب وشريف، وحضرتك كنت بتحبه. اما ابقى اموت تبقي تعملي اللي انت عاوزه تعمليه. بعد الشر عليك يا بابا، الواد ده اصله سافل ولعبان وتلاقيه عارف يلف دماغها. دماغك انت اللي واقفه محلك سر، انت طول عمرك عايشه في مظاهر كدابه. كفايه بقى هدى، اصلها مش في وعيها. انت تروح لمراد بيه وتقول له ان كاتب كتاب يوم الخميس الجاي. انا لا يمكن اتجوز مراد بيه بتاعكو ده حتى لو شنقتوني. مش عارف ايه اللي اخرها، مجاز مش عارفه تهرب ولا يمكن غيرت رايها وبعدين ندمان. ندمان على ايه؟ انا كنت ضحكت عليها؟ لا هو ده، دي بنت جدعه وتعجبك قوي ومقتنعه باللي بتعمله، وانا كمان بحبها قوي. لو اتخليت عنها بقى لي الاصل. عندك حق دي جد. يلا يا حسن بسرعه. ايه يا اسطى وقفت ليه؟
مش هقدر اخش جوه، الشارع مكسر وكله حفر وطين. يعني ايه؟ يعني حضرتك لمؤاخذه تقدري تنزلي تتمشيها. اتمشاها ازاي بكل الشنط اللي معايا دي؟ ايه مفيش ذوق مفيش انسانيه؟ يا ست هرم انا لسه ما استفتحتش ولا بمليم. طب اسمع، ادخل وانا ادفع لك اللي انت عايزه. يا ست انا مش مستغنى على العربيه، انزلي بقى وخلصينا. عايز كام يا أسطى؟ اللي تدفعيه. اتفضل. افتح ابن الكبوت. من فضلك لو سمحت، ما تعرفش حسن ابو الفضل ساكن فين؟ حسن ابو الفضل؟ ايوه، اللي متجوز مدام هدى ابو ماضي. ايوه، ما هي لا مؤاخذه تبقى بنت عمي. افندم؟ لا لا مؤاخذه، هو اللي يبقى ابن عمي. حضرتك هتمشي من هنا؟ لا اطلع كده البيت اللي في الاخر على اليمين ده، نمره 7. متشكرة. اول دور. متشكرة. يلا يا هلا ترمس. اه يا عصر، تعرفش الباشمهندس حسن راح فين؟ راح يجرب عربية اصلا. طب دخلوا العربية دي جوه. حاضر اصلا. اخصى عليك يا وحشة، كده كده تمشي وتسيبيني؟ انا كنت هتجنن علشان اشوفك. وحشتيني وحشتيني يا هدى. وريني وريني يا بنتي. زي ما انتي ما تخنتيش، لسه زي القمر. وانتي كمان يا سميحة. ما تشوفينيش دلوقتي، استني عليا لما استريح. انا تعبانة تعبانة قوي قوي. طب دخل الشنط هنا. تعالى تعالى يا ريس. على مهلك. على هاتهم هنا. هدى مريم. لا يا باشمهندس. خد ودي اللفه دي البيت. حاضر يا باشمهندس. ايه العربيه دي يا كمال؟ دي عربيه بنت عز ممتازه. عارف ابو علي؟ دي ركوبها اخر راحه، بس دي هتكلفك كتير. عملت اللي قلت لك عليه؟ ايوه يا استاذ. ربنا يخلص العقول. على فكره يا ابو علي، ايه؟ في واحده ست النهارده جت وكانت بتسال على عنوان بيتكم. الظاهر انها من قرايب هدى. قرايب هدى؟ اكيد. اصل دي حاجه يابا على مستوى. وايه اللي فكرهم بينا دلوقتي؟ امال جوزك فين؟ حسن في الشغل. وهو لسه برضه بيشتغل سواق؟ لا، دلوقتي بيشتغل في ورشة ميكانيكا مع ابن عم. ميكانيكي؟ وفيها ايه يا سميح؟ حسن مش اي ميكانيكي، انت عارفة ان هو معاه دبلوم صنايع. هو ايه يعني؟ بيكسب كام؟ مش مهم الفلوس، المهم ان حسن بيحبني وبيتعب ليل نهار عشان ما يخلينيش محتاجة حاجة خالص. يعني لو كان بيحبك حقيقي ما كانش يخليكي تسكني في مكان زي ده. وبعدين معاك يا سميح. قدامك كتير شويه كده. طب يبقى اقفل انت. ايه ما تنساش السهره عندي بالليل. لا لا معلش، عارفين النهارده ابو علي، اصل الست الوالده تعبانه شويه. نبعت لها هدى تقعد معاها، بس انت ما تاخرش. سلام عليكم. سلام. تم فتحت الدش. اتفضل. اصلا كنا هنا حلاوتك يا ابو علي. السجاير قطعت نفس. يا حاج زكي، يا حاج هعدي عليك بعد ساعه تاخد لي دقني. ايه عاملين ايه؟ تمام كويسين. الليله ميعادنا هنلعب لحد الصبح، بس اعتبروا نفسكم مغلوبين من دلوقتي. اتكلم على قدك يا حبيبي. طب ما تخلوا سهر الليله دي عندي يا ابو علي. ليه؟ ما عند اقرب
ولا انت عاوز تتغلب في بيتكم؟ ده بس من كرم الضيافه ابو علي. سلام ابو علي. سعيده يا اجمل هدهود في الدنيا. اهلا. ايه اخبار الكوارع؟ ايه على النار. انا اللي على النار. ايه خلينا نشوف. اه بالحق كمال قال لي. مين يا ترى؟ مش هتصدق، سميحه اختي. وايه اللي فكرها وخلاها تتنازل وتشرفنا؟ حسن، عشان خاطر يا حسن خليك لطيف معاها، دي باين عليها انها مرت بظروف صعبه. وهي فين؟ بتاخد حمام. عشان خاطري يا حسن، عشان خاطري عايزك تقابلها كويس. مش قادر انسى اللي عملته فيا هي وجوزها يوم ما رحت اعزف ابوكي. كانوا فاكريني رايح اشحت ولا اتكلم في المراس. ده شيء فات وانتهى خلاص، وانت طول عمرك قلبك طيب، عمرك ما شلت من حد يا حسن. دول طردوني زي الكلب. مش معقول، مش معقول ابدا يا هودي. حمامك ضيق قوي، ده انا واقفه مش عارفه اتحرك فيه خالص. انت هنا؟ اغص عليك يا هدى، مش كنت تقولي؟ دور وشك يا حسن عبال ما اجيب لها الروب. ازيك يا حسن؟ تعرف ان شكلك من ورا مش بطال، ولو ان قفاك عريض شوية. وايه كمان؟ بص كويس، خدي الروب ده البسيه يا سميح. ميرسي يا روحي. على فكرة يا هدى، جوزك مطيع قوي، قلت له دور وشك فضل مدور وشه وما حاولش يعمل اي حركه كده ولا كده. بصراحه خفت تتبلي عليا. على العموم ممكن تدور لي وشك دلوقتي. ازيك يا سميحه هانم؟ ياه، ده انت ما اتغيرتش خالص. انا كنت فاكره ان هدى هتقدر تغير فيك شويه. مالكيش حق يا هدى، مش كان لازم تنجريه شويه؟ طول عمرك لسانك متبري منك وسايق القلاطه من غير فرامل. كم معلش، اهلا وسهلا بيك عشان خاطر هدى. الحقيقه انا لو اعرف ان حضرتك هتنورينا كنت فرشت لك الشارع رمل وزلط. سامع يا هدى؟ حسن بلاش منقره بقى، ويلا شيل معايا الشنطه. لا ما تديش ايدك على حاجه، انت حامل. هدى اختي الصغيره الحلوه هتبقى ام. عقبال عوضك يا سميحه هانم. ميرسي يا حسن. ان شاء الله تجيب لنا 44 عيل. اشمعنى 44؟ عشان نقول لك يا ام 44. شايفة جوزك يا هدى؟ حبيبتي بيهزر معاكي، مش كده يا حسن؟ اه يا حبيبتي بهزر معاكي، يا ام 44. ايه ده؟ هو مفيش سرير هنا ولا ايه؟ لا لا مؤاخذة، انت ليلة هتقضيها سطيح. يعني ايه سطيح؟ يعني لا مؤاخذة على الأرض. أنا؟ أنا نام على الأرض؟ هي حصلت؟ لا اطمني يا سميحة، أنت هتنامي في أوضتنا على السرير بتاعنا. ايه ده؟ ايه الكلام تقوليه ده؟ احنا الثلاثه هننام على سرير واحد؟ لا طبعا، احنا هنفرد هنا مرتبه ولحد بكره ما نلاقي سرير لسميح. اديني سجاره عشان سجايري خلصت لو سمحت. اتفضلي. خليها معاكي. متشكره. قولي لي يا سميحه، اخبار علاء ايه؟ علاء مات. انت بتقولي ايه؟ امتى ده حصل؟ من سنة ونص تقريبا. اخص عليك يا سميحة، طب ما قلتش ليه؟ ازاي ده حصل؟ ضيع كل فلوسه وما قدرش يسدد ديونه، وانت عارفة طبعا علاء انسان نبيل، ما قدرش يستحمل الصدمة وانتحر. بقية في حياتك، بس كان واجب برضه تدينا خبر. انت عايشه لوحدك في الفيلا دلوقتي؟ هروح فين؟ بس ده ما يصحش يعني. من فضلك يا هدى حضري لي الغدا، انا جعانه قوي. السلطه هدهود. ايه ده؟ انت هتقعد كده؟ امال اقعد ازاي؟ هتقعد تاكل وانت لابس الفانيلا؟ تحب اقلعها؟ لا مش قصدي، قصدي انك تلبس حاجه عليك. معلش عدم مؤاخذه، انا احب اقعد في بيتنا على راحتي يعني. يا حسن قوم البس جاكيت البيجاما. مش لابس انا، ما انت عارفه في الحر ما بطيقش حاجه على جسمي. تعال اقعدي هنا بقى، اقعدي على رجلي. حسن جرى ايه؟ دي اختك. هدى من فضلك اغرفي لي معلقتين شرب. اديها معلقتين شرب. ميرسي. كبي لي انا بقى شويه شوربه. مش بالمغرفه كده.
سلام. وطي صوتك وانت بتشرب الشوربه. يا سلام شويه شوربه تروب من العظم. خش عليا بالكوارع بقى. عنك عنك. بالشوكة بالشوكة يا حسن. شوكة ايه؟ ما انا غاسل ايدي. يا سلام يا سلام. تسلم ايدك يا دهود. اختك عليها نفس في الطبيخ احسن من اي طباخ. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هكون بعمل ايه؟ باكل ولا ده كلام ممنوع؟ في حد في الدنيا ياكل الرز بالمعلقه؟ امال ياكله بايه؟ بالسكينه؟ لا يا افندي، يتاكل بالشوكة. بالشوكة؟ هيقع من الفتحات دي. مش كنت تعلميه ازاي ياكل؟ ازاي تسمحي له بالتصرفات دي؟ اسمح لي ايه وما تسمحليش ايه؟ ده بيتي اعيش فيه زي ما انا عايز واكل واشرب زي ما انا عايز. لازم تفهم ان في حاجه اسمها اتيكيت، وخصوصا لما تكون قاعد مع ستات من وسط راقي. اريحك مني وسايب لك الاكل وقايم. الله جرايه يا جماعه، الحكايه مش مستاهل. اقعد كمل اكل. مش طافح. حقيقي الواطي لازم يفضل واطي على طول. ده اسمه كلام يا حسن؟ تسيب الاكل وتغضب عليه عشان كلمتين هايفين زي دول؟ وهم دول كلمتين هايفين؟ معلش يا حسن اعذرها، انت عارف هي واخده على معاشة ناس تانيين. ناس تانيين يعني ايه؟ يعني احنا مش ناس؟ لا انا ما اقصدش، انت عارف الجو اللي هي كانت عايشه فيه. وايه اللي غصب عليها عشان تيجي تقعد مع ناس مش قد المقام؟ لا 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 عيب يا حسن، دي ضيفتنا برضه ولازم نستحملها. اسمعي بقى، انا اصحابي جايين يسهروا عندي بالليل ومش عاوز مشاكل. مشاكل ايه بس؟ يعني منظرهم ما يعجبهاش فتقول كلمة كده ولا كده تزعلهم. معقول يا حسن؟ خلاص خديها واخرجوا. ام كمال عيانة، روح زوروها. مساء الخير يا كمال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. سميحة اختي، كمال ابن عم حسن. تشرفنا يا فندم. متهيالي ان احنا اتقابلنا قبل كده. معقول؟ اصل المدام كانت بتسال على عنوانكم. احنا هنفضل واقفين ليه؟ اتفضلوا استراحه. تحبوا تشربوا ايه؟ لا مفيش لزوم، روح انت، حسن وشيله مستنيينك هناك. مش ممكن، لازم الاول اقوم بالواجب. دي مدام سميحه اول مره تزورنا. معلش، احنا جايين نقعد مع والدتك. يلا روح انت. طب عن اذنكم. العب. كن كان يا اسطى. وريني. يوه حظ عوالم. يا جماعه مش انا اكل، انا مت من الجوع. هو انتوا كده اول ما تكسبوا الجوع نلعب دورين كمان؟ مش عارف ايه النحس اللي راكبني الليله. الليله بس يا اسطى؟ ما انت كل ليله بتقول كده. طب اتكتب. اتفرج يا عبد الفتاح. حاضر. وشكلهم ايه بقى اصحاب جوزك دول؟ ناس على قد حالهم وهتلاقيهم ولاد بلد، لما تتعاملي معاهم هتلاقيهم لطاف قوي ومؤدبين، بس لو ما حاولتيش تقارنيهم باصحابك بتوع زمان. يعني كلهم زي كمال مثلا؟ اشمعنى كمال؟ لا ابدا ولا حاجه، بس اصله غير جوزك خالص. ماله حسن؟ عارفه لما تتعاملي معاه هتلاقيه طيب وابن حلال قوي. مش باين. قولي لي يا هدى، انت ليه ما حاولتيش تنظريه؟ تعلميه ازاي يلبس، ازاي يتصرف. يا سميحه الناس مش بالمظهر، الناس باللي جواها. تعالي تعالي كمان. بعدين في النحس ده من الصبح على ورقه واحده. الحظ مش معاك الليله ده ابو علي. اسمعوا يا جماعه، ده اخر دور وبعدين هناكل. مساء الخير. مساء النور. ما تقعدوا، وقفتوا ليه؟ انتوا بتلعبوا ايه؟ كن كان لا مؤاخذه. تحبوا اعمل لكم حاجة؟ عايزين ناكل، اتهريها ازاي؟ خدي سميحة وادخلي جوه. وانا بقول النحس جالي منين؟ مين اللي عليه الدور؟ يا سيدي ما تلعب. بقول ايه؟ احنا نقوم بقى بعد ما تخلصوا الدور ده. ايه يا حبيبي؟ مش لما نبقى ناكل الأول؟ يا ابني استنى. الله بقى شوية من خسارتي. هاي سميحة.
اعمل لك حاجه تاكليها؟ ما انت عارفه انا ما بتعشاش. وطي الراديو ده. ما تخليك في اللي انت فيه. ما تسيبهم في حالهم يا اخي. مش عارف اركز. دي مزيكا. ولو انا هقومك يصلوا لهم الراديو ده. ايه يا ابو علي الله انت سكرت ولا ايه؟ حلو حلو. كل تاني. عاجبك كده؟ اهو الدور راح وانت. يا عم انا نايم. ايه راح فين؟ هسلم على هدى وامشي. مش قبل ما تتعشى يا اخي. ايوه هو ده الكلام المفيد. انت مفجوع على طول يا ابني. فنط كويس بقى. حاضر يا سيدي. اذا كانت دي حجتك في عينيا الاثنين. لا مؤاخذه يا هدى. اتفضل. انا اصلي هروح بقى. انتوا خلصتوا لعب؟ لا هم لسه ما خلصوش. بس انا لازم اروح عشان اطمن على الست الوالده. والدتك بخير والحمد لله. معلش انا تعبتكم معايا. ما تقعد كمان. واقف ليه؟ قولي بقى مين كسبان ومين خسران؟ والله ما اعرف. اصل انا شخصيا ما بحبش اللعب. انت باين عليك واخد الدنيا جد. اه كمال في حياته ما فيش غير شغله وبيته بس وهايل في شغله. يعني بتفهم في العربيات؟ اكيد دي شغلتي. طب لو قدامك عربية يعني عايزة تصلح وترجع زي ما كانت تقدر؟ ممكن طبعا. طب انا اقول لك حاجة. النهاردة جبت عربية. كل اللي شافها قال دي مفيش منها فايدة. لكن انا بقول الله هرجعها زي ما كانت واحسن. يا خسارة. انا عربيتي كانت كويسة قوي. الميكانيكية لعبوا فيها لحد ما خربوها. هما تلاقيهم بس ما قدروش يفهموا ايه اللي فيها بالظبط. معك حق. دي كانت عربية غالية قوي. الظاهر الواد كمال استحلى القعده جوه. يا عم هو مصدق عشان ما يلعبش. وقت صكوا مش عارفين نلعب. كفايه لعب بقى يا حسن. نعم. تقولي ايه؟ الساعه دلوقتي داخله على واحده وسميحه عايزه تنام. خلاص بقى ابو علي يلا بينا رجاله. انا مش قلت لك هقوم جعان؟ محدش منكم هيمشي. اقعدوا. نقعد ازاي بس احنا ورانا بيوت ابو علي. مش هتمشي انا معاوض خسارتي. خلاص ابو علي المره الجايه بقى الست عايزه تنام. اللي عاوز ينام ينام. ده بيتي وانا حر فيه. يعني ايه؟ مفيش حساب للي في البيت؟ هو ده مش عاوز جر الشكل. خش جوه. لا بقى مش داخله جوه. خلي عندك دم. انا خلي عندي دم؟ يلا يلا يا جماعه الست. انا انت محدش خارج. انا خلي عندي دم. انا محدش منكم خارج. لازم تعرفوا ان انا راجل البيت واللي اقوله هو اللي يمشي. قصدك ايه؟ قصدي ان اللي مش عاجبه الباب اهو يفوت جمل. ما كفايه بقى يا حسن يا ابني. استنى انت بس كمان. استنى انت بس. فاهميني؟ البيت ده بيتي وانا حر فيه. الله ما تطردني احسن يا حسن. والله انت حر. لا بقى انت جننت كده. انت ازاي تمد ايدك عليها؟ بتضربني يا حسن؟ تبقي غلطانه يا هدى لو قعدتش في البيت ده دقيقه واحده. تعالي يا حبيبتي. 60 ده انت زودتها بقى كفايه يا حسن. انا اطلع يا هدى لي... ست سميحه فوق عند سعديه. قالت لي يلا يا جماعه في الشيطان اعملوا معروف. اتفضلي ست سميحه اتفضلي. انت يرضيك؟ يرضيك انها تقول لي خلي عندك هيك خلي عندك دم؟ انا مرات تقول لي خلي عندك دم. دي تبقى غلطانه لو عاشت معاه. ما تقوليش كده يا ست سميحه. دول برضو مهما كان ما يستغنوش عن بعض. ده كلام ده. اتفضل يا سي كمال. يا ساتر. خلاص بقى يا هدى. هو حس بغلط وهيتاسف لك. هدى هدى ايه يعني لما ضربتك قلم يعني؟ هي اول مره. يا لهوي يا لهوي. يلا يا هدى بلاش فضايح. لا هي مش هتنزل. هو اللي المفروض يطلع ويعتذر لها. مش كده يا ست سميحه؟ امال هو ايه اللي حصل يعني؟ ما كل اتنين لا مؤاخذه بيتخانقوا ويرجعوا يتصافوا مع بعض. حتى ابو علي ما عندوش في الدنيا اغلى من الست هدى. هدى يلا يا ست الكل. يلا يا ست هدى. هدى يلا يلا ده واقف على السلم. انزلي يا هدى. صدقيني بحبك. حقك عليا. حقك عليا. خد راسك يا وسط. انت زهقت بجد. معلش خلاص بقى بلاش عياط. الله صفى لبن. تعالي انت وحشاني قوي. لا سيب الباب مفتوح سميحه جاي. ملعون ابو الشيطان. هما دايما يتخانقوا كده؟
انا اللي اعرفه متاكد منه انهم بيحبوا بعض. ولما بيحبوا بعض بيتخانقوا ليه؟ مش مهم، المهم ان الحب بيخليهم ينسوا الاسيه. ياه قد كده انت مؤمن بالحب؟ انا ايماني بالحب هو سر تعزتي. كانك بتكلمني عن نفسي. عارفه مدام سميحه، انا مره قريت ان الالم ساعات بيكون هو الشيء الوحيد المشترك بين الناس. يا خبر، انت بتتكلم كانك فيلسوف. عشان ميكانيكي يعني؟ لا انا اسفه، مش قصدي. برده ولا يهمك، على العموم الحياه والقرايه علموني حاجات كتير. انا شايفه انك حاجه تانية خالص غير قريبك حسن. ما هو مفيش بني ادم زي التاني، لازم يكون في اختلاف، عشان كده بنحب بني ادم ونكره غيره. معك حق. تصبحي على خير. وانت من اهله. من حق. انا نسيت اشكرك. على ايه؟ على زيارتك لوالدتي. ابدا، دي حاجه بسيطه، دي ست طيبه قوي والزهر عليا احبها. تصبح على خير. وانت من اهله. ابعد عني، انت وحش. انت لسه زعلانه مني؟ عبيط، انا بحبك وماليش غيرك. كذاب، لو كنت بتحبني حقيقي ما كانش هان عليك انك تزعلني. حقك عليا، ما كنتش في وعي. طب توعدني انك ما تشربش تاني ولا تلعب. اوعدك. طب يلا صلحني. ادي راسك يا وسع، ادي خدك. حسن ده غير كده يا حسن، خاليك. يلا بابا مبسوط كده. ثانية بس اوعدك. أنا بحبك يا سميح، بحبك، بحبك. أنت مش بتحبني، أنت بتعذبني. أنا هروح لدكتور تاني. ما أنت رحت لكل الدكاترة، مفيش فايدة يا علاء. حرام عليك، حرام. أنا كده مش قادرة، أنا بشر، لحم ودم. صباح الخير يا ابو كمال. صباح الجمال يا ابو علي. انت ابتديت تلعب في العربيه دي تاني يا ابني؟ ما قلت لك مفيش فايده. على البركه يابا، بكره تشوف. صدقني انت كده بتضيع مجهودك على الفاضي. الله 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 الله، انت مستخسرها فيا بقى ولا ايه؟ لا ابدا، بس هي منظر من بره بس، لكن من جوه منيله بنيله. اسالني انا. الا من حق انت قعدت فيها مع الجماعه. عيب ابن عمك. روح هات هتلاقي اتنين شايب. حاضر. ابن عمك راجل وفاهم الستات كويس. لا والحق يتقال، هدى بنت حلال واختها بنت حرام. ايه ده؟ تتكلم على سميحه؟ دي شيطان، شيطان في صورة واحدة ست. دي اخت هدى. شيت؟ هدى صنف تاني.
انا لما كنت شغال عندهم سواق سميحه دي وريتني الويل بحط مناخيرها في السماء على طول. يا باي وكمان عيارها فالت. لا اله الا الله يا راجل، انا شايف انها بني ادمه كويسه قوي. تظهر عنياتك الحبيب لوحده يالا. ما لقيش عندك سرير زياده؟ ايه سرير زياده؟ ليه؟ بنت الابالسه امبارح نايمتنا على الارض واتمطعت هي في السرير لوحدها. اله يقطم ظهرها زي ما قطم ظهري. وانت ايه اللي مشبرك على ده كله؟ من ساعه ما صحيتي ما بطلتيش ورد، غسيل وكنس وتنظيف ومسح. ما تتصوريش ببقى قد ايه سعيده وانا بعمل الحاجات دي. انا لغايه دلوقتي مش قادره افهم انت اتجوزتيه ليه؟ حسيت ان انا محتاجه له. محتاجه له في ايه ان شاء الله؟ هو حالته حاجه؟ كفايه ان انا حاسه معاه بالامان. ومراد بيه؟ ما كنتيش هتحسي معاه بالامان؟ كان هيجيب لك سرايا والف من يخدمك. وايه الفايده وانا ما بحبوش؟ لا الحقيقه ما يستاهلش الحب. هو الهمج اللي معاكي اللي يستاهل الحب. الهمج اللي مش عاجبك دوت مالي عليا حياتي. لدرجه ان انا ما بطقش انه يبعد عني. انت هتفضلي طول عمرك عبيطه. بس مش ندمانه على حاجه عملتها. شوفي مين يا سميحة. سميحة؟ يا صباح الفل. صباح الخير يا كمال. ايه اللي انت شايله ده؟ ده سرير طلب ابو علي مني. امال هدى فين؟ هدى اهلا يا كمال. صباح الفل، جبت لكم السرير اهو، ابو علي قال لي عليه. وليه التعب ده؟ ولا تعب ولا حاجه. تحبي انصبه فين؟ جوه في اوضه الصالون. حاضر هنزله. ابن حلال قوي كمال ده. خلاص كله قلصت، هبعت لكم المله والمراتب. تحبوا اي خدمه تانية؟ طب ما تقعد شوي. لا معلش اصلي سايب الورشه. ليه؟ هو حسن مش هناك؟ لا موجود بس انا عندي شغل. لا 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 اقعد، انا هعمل لك كوبايه شاي. لا انا عارفه ان انت كيف. وعامل ايه في شغلك انت وحسن؟ الحمد لله ماشي الحال. انما حضرتك اول مره تيجي مصر؟ لا انا جيت زمان قبل ما بابا الله يرحمه يموت. كنا بننزل في سيمراميس. تصور انا لغايه دلوقتي ما نزلتش، اصل عربيتي مش معايا والمواصلات زي ما انت عارف صعبه قوي. على كل حال لو وراكي مشوار ولا حاجه انا تحت امرك. هلا ترمس. ايوه ما تسيب اللي في ايدك وتعالى. حاضر. كل عندي تيجي البوكس. ولا روح هات الشيشه من القهوه. كمان راح فين؟ يا ترى قاعده معانا قد ايه؟ يعني شويه كده، اصلي حسيت اني زهقانه وعايزه اغير جو. تلاقي جوزك متضايق قوي علشان قاعد لوحده. انا جوزي متوفي. انا اسف ما كنتش اعرف. لا معلش، احيانا الموت بيكون الحل الوحيد لمشاكل ملهاش حل. قد كده ما كنتش مبسوطة معاه؟ ما كانش يستاهلني قد ما كنت بحبه، قد ما كان بيعذبني. الحب من طرف واحد مش كفاية. معك حق. تعرف يا كمال، أنا كنت بشوف خيانة جوزي قدام عيني ومعز صحباتي وبرضه ساكتة. حموت وما بتكلمش، مش عارفة أعمل إيه. الدنيا مليانة، وعلى رأي المثل اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. أنا من ساعة ما شفتك وحاسة إن جواك حزن كبير. ما أنا أصلي. أنت إيه؟ اتكلم. نظرة الأسى اللي في عينيك، نبرة صوتك. أنت ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ أنا خطبت واحدة.
وكنت بحبها قوي. عملت عشانها المستحيل. كنت بنفذ لها اللي هي طلباه بزياده. اي حاجه عايزاها كنت بعملها. وبعدين غلبتني. جننتني. في الاخر سابتني وراحت اتجوزت راجل مقاول في سن ابوها. مسكين يا كمال. انت انسان حساس قوي. انت تستاهل كل خير. سميحه. انا كنت عايز اقول لك. متهيألي نروح بقى. اتأخرنا. تحت امرك. اتفضلي. يا ما تحبش الفطار ده 10 طبق روح حتى قول لك مش مانع عليه الاكل خف على الوسط هلا خف علي الحمد لله طب ابو علي بالاذن بقى على فين ورا مشوار انت ايه حكايتك الايام دي كل يوم والتاني تسيب الورشه وما تقبش غير اخر النهار مش عوايدك ما اصل انا بدور على قطع غيار للعربية دي ومش لاقيها انا قلت لك سيبك من العربية دي هتكلفك كتير ما سمعتش كلامي بكرة تشوف ان ما كانت ترجع زي الاول واحسن هوريك على اذنك يا ابو علي ربنا يوفقك انا بيتهيالي ان الانسان مهما كانت ظروفه وحشة لازم يكون عنده امل في بكرة انا عودت نفسي على كده ايوه بس البني ادم لازم ياخد باله عشان ما يكررش نفس الغلطة علشان كده انت ما اتجوزتش تاني. يعني الواحد لازم يتعلم. بيني وبينك انا مش هفكر اتجوز تاني. الا اذا لقيت الانسانه اللي احبها. وحاسس انها بتحبني انا فعلا. تفتكر ان الحب وحده كفايه؟ يعني ايه؟ يعني عايزه اقول لك ان احيانا بيبقى في ظروف اقوى من الحب بكتير. الحب اللي بجد اقوى حاجه في الدنيا يا سميحه. وعندك هدى وحسن اكبر دليل على كلامي. عارف يا جمال؟ أنا برتاح قوي وأنا قاعدة معاك. أنا يمكن قلت لك حاجات ما قلتهاش لأقرب الناس ليا. فاكرة يا سميحة لما قلت لك إن أنا قريت جملة عجبتني قوي. بتقول إن ساعات الألم بيبقى هو الشيء الوحيد المشترك بين الناس. بص كده يا كرم، مش سميحة أبو ماضي اللي قاعدة هناك دي؟ سميحة أبو ماضي؟ معقولة؟ إيه الصدف الحلوة دي؟ إزيك يا سميحة هانم؟ اغفى عليكي يا سميحة. أنت فين؟ ما تصوريش قد إيه أنت وحشاني قوي، ولا خلاص نسيتي أصحابك؟ الأستاذ كرم وحداني من رجال الأعمال وصديق المرحوم جوزي و مدام علي مراتي. أهلاً أهلاً. اتفضلوا. لا ميرسي قوي، إحنا كنا ماشيين لولا إن شفنا سميحة هانم يا أستاذ كمال شلبي. اهلا وسهلا. اصلك ما تتصورش قد ايه يا استاذ كمال شلبي سميحه هانم غاليه عندنا. ما احنا من هنا ورايح هنشوف بعض على طول. ما تديها نمره تليفوننا في المهندسين يا كارل. قوي قوي. اتفضلي يا سميحه هانم، ادي الكارت بتاعي فيه نمره التليفون والعنوان. فرصه سعيده قوي يا كمال. مع السلامه سعاده البيه. باي باي سميحه هانم، ارجو اني اسمع صوتك. باي 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 يا حبيبتي، خليكي فاكره. ايه يا سميحة؟ مالك؟ شفتك اتغيرتي بعد ما شفتي الناس دول؟ اصلهم خلوني افتكر حاجات كنت عايزة انساها. ممكن نمشي يا كمال؟ خلينا نشوف شغلنا. حاضر. اصلا مش مهندس كمان ما قالش راجع انت؟ لا ما قالش. اصلا ما قالش راح فين؟ ما قالش. بابا ما قالش. ما قالش. ما قال ايه؟ ما قالش حاجه خالص. اصلا طب يلا زقوها خلينا نخلص. قشطه ابو علي. ايه مالك شايف المزاج مش هو؟ مرحبا يا شعبان. هنقول مبروك امتى؟ مبروك
مبروك على ايه؟ قال يعني مش عارف، على كمال وست سميحة. بمناسبة ايه؟ ازاي الكلام ده؟ ده انا فاكرك عارف. معقول؟ كمال وسميحة؟ دول اتنين ما يركبوش على بعض. لكن انا بقى شفتهم راكبين مع بعض في عربية كمال ومنسجمين اخر انسجام. يعني ايه اخر انسجام؟ يعني بيضحكوا ومبسوطين. بقى كده. وايه يعني؟ وايه يعني ازاي؟ هو انا طرطور؟ طرطور ليه؟ هم حرين. حرين ده ايه؟ كمال ابن عمي على نياته ومش حامل اختك. مش جايز يكونوا بيحبوا بعض. سميحة تحب كمال؟ وليه لا؟ ده كمال ابن حلال. جرايه هو ده. انت مش عارف اختك؟ نسيتي اللي عملته فيها وفيكي؟ سميحة لا يمكن تبص لتحت. اكيد بتلعب بالواد. طيب مش يمكن تكون هي اتغيرت؟ يا ريت تفضل على حالها بس تسيب كمال في حاله. لا بقى، كمال ما هو صغير. ولو انا لا يمكن اوافق على حاجه زي دي. ليه بقى؟ هي سميحه دي مش اختي؟ اصل انت ايه مالك؟ انت مستني حد ولا ايه؟ ايوه. لا، راجل ولا ست؟ جاي الهدى مش كده؟ ايه ده؟ انت هتسيبني؟ ده انا جاي لك مخصوص. جاي لنا؟ عشان تعلمني السواقه. ما انت بتعرفي تسوقي. معلش، سواقه عن سواقه تفرق. عن اذنك. حسن، هدى سيبيني دلوقتي. شفت؟ شفت ازاي مش لاقي كلام تقوله؟ هدى ارجوك اسكتي. سعيدة، سعيدة هدى. كنت فين؟ مالك مبوظ كده ليه؟ بقولك كنت فين؟ يهمك قوي تعرف انا كنت فين؟ كنت في البلد بصفح اللات. اما يا هدهدة الفساتين اللي في بلدك. بلاش استعباط، وبعد كده مفيش خروج من البيت لوحدك او بدون اذن. لا حامش قوي. من فضلك يا هدهدة حضري لي حمام. الكلام اللي بقوله لازم يمشي، مفهوم؟ الله يعين على قوي. لا يا حبيبي، الكلام ده تقوله لمراتك. ده انا جوزي نفسه ما كانش يقدر يقول لي الكلام ده. بس اللي يقعد في بيتي ما يخرجش عن طوعي. اظن الكلام واضح. حسن كفايه بقى ولا كلمه انت اخرى. لا هذا انت زودتها قوي. بقول لك ايه، خش على اوضتك انت دلوقتي، غيري هدومك وانا هحضر لك الحمام. معلش انا استاهل برضه، انا استاهل اني طوعت نفسي وجيت هنا. يا ريتك ما كنت تعبتي نفسك. سامع؟ جوزك بيطردني. لا لا لا، هو ما يقصدش. خش انت بقى على اوضتك دلوقتي. يلا. عاجبك اللي انت عملته ده؟ يا اخي راعي انها ضيفه في بيتك. انا اشيلها في عينيا لو تحافظ على الاصول. بقى الهيصه دي كلها عشان خرجت مع كمال من غير اذنك؟ يا اخي هي حره. الكلام ده لو مش عايشه في بيتي. اذا كان مش عاجبها عوايدنا تتفضل تسيبنا في حالنا، انا مش عاوز مشاكل. هتسيبنا بس وتروح فين يا حسن؟ ترجع سرايتكوا تاني، وانت كمان انسي ان ليك اخت. حسن، سميحه مش هتقدر ترجع بورسعيد تاني. ليه بقى؟ اصل الفيلا راحت. راحت يعني ايه؟ الفيلا اتباعت. اتباعت ازاي؟ الفيلا دي بتاعتك وبتاعتها. ده يبقى نصب. انا لا يمكن اسكت على كده. فاسمع بس، انت رايح فين هقول لك. اسمع يا حسن. ايه يا حسن بس، هتعمل ايه؟ لا حسن، عيب تفتش في حاجتها من وراها كده. من ساعة وجات وانا مستغرب ايه اللي رماها علينا. مفيش داعي تفتش في هدومه، انا عارفه انت بتدور على ايه. الفيلا اتباعت حقيقي؟ الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. وازاي تبيع الفيلا من ورانا؟ انت ناسي ان اختك ليها نصيب فيها زي ما انت ليكي بالظبط؟ ما دام مصر تعرف الحقيقه، احب اقول لك ان الفيلا اتباعت في المزاد العلني. في المزاد؟ علشان اسدد الديون اللي علينا. انتوا هنا غرقانين في العسل ومش داريين باللي بيحصل. بابا قعد اسبوع يموت، حد فيكم فكر يجي يشوفه؟ سبتوني انا لوحدي اغرق في ديون والمشاكل. مش هو ده اللي كنت عايزاه انت والمرحوم جوزك عشان تكوشوا على كل حاجه؟ ما ترد يا هدى، ساكته ليه؟ نكوش على ايه؟ حرام عليك، هو كان في حاجه غير الديون؟ ديونه بس.
علاء قال لي انه هيعمل مشروع ويسددها وما عملش اي حاجه. رجع لادمانه للخمره والقرشين اللي كانوا حيلتنا كان بيصرفهم على الستات اللي بيخوني معاهم. لا مش هو ده الموضوع. للاسف هو ده الموضوع. علاء قال لي انه هيقدر يعوضني كل اللي راح، وقدر كمان يقنعني اني لازم ارهن الفيلا علشان يقدر يمول المشروع. وازاي ترهنيها من غير ما تاخدي موافقه هدى؟ بابا كان عامل لي توكيل قبل ما يموت اني اقدر اتصرف في كل حاجه. بس ده تزوير وانا لازم ابلغ النيابه. ده الكلام ده يا حسن؟ اسكت انت. انا عارفه انه تزوير يا حسن، لكن انا كان كل غرضي اني احافظ على اسم ابو ماضي مرفوع قدام الناس لحد ما في يوم. دخل علي علاء وهو منهار. انا خلاص يا سميحة انتهيت. انت انتهيت بالنسبة لي من زمان. مفيش قدامي دلوقتي غير السجن. قصدك ايه؟ المشروع اللي دخلت فيه فشل. انت بتقول ايه؟ وديون بابا مين اللي هيسددها؟ مش عارف مش عارف. يعني ايه؟ هيحجزوا على الفيلا؟ كل حاجة هتروح؟ أنا اللي أستاهل إني اعتمدت عليك. أنت إنسان ضعيف ومش ممكن هتكون راجل. بتضربني يا علاء؟ هي الرجولة بالضرب؟ أنا مبسوطة إنك هتتسجن، على الأقل ارتاح منك ومن قرفك. اسكتي اسكتي. واتباعت الفيلا قدام عينيا، وساعتها حسيت ان انا اللي بتباع. كل واحد طمع فيا من ناحيه، ولما اتقفلت الدنيا في وشي قلت اجي اقعد عندكم. انا عارفه ان انا ضيفه تقيله، بس انا دلوقتي ماليش غيركم. بس يا سميحه، بس يا حبيبتي انت مش ضيفه، ده انت اختي واللي انت هو بيتك. طالع بتوع دراما. طب انا بقى مش داخل دماغي اي كلمه من اللي انت قلتيها. كفايه بقى يا حسن، كفايه اللي هي شافته. والله يا عيال، يعني الفيلا تروح اوانطة؟ وبعدين معاك بقى يا حسن. وبعدين معاك انت يا يعني تعيط لك كده دمعتين وتقول لك كلمتين زي بتوع السيمه وتلهف نصيبك في الفيلا؟ الزهره هتفضلي عبيطه طول عمرك. وانت بقى محموق ليه؟ محموق علشان الورث. امال هو اتجوزك ليه؟ لا يا ست هانم، انا اتجوزت هدى عشان بحبها، وفلوس الدنيا كلها على جزمتي. انا بيتي ده اسسته طوبه طوبه بشعايا وعرق جبيني، لكن في نفس الوقت ما اقدرش اشوف حق مراتي بيضيع قدامي. انت اسكت. معلش معلش يا حسن، اللي راح راح خلاص. احنا لما اتجوزنا عمرنا ما فكرنا في حاجه زي دي. انا عمري ما بصيت ورايا. يا اخي انا مش عارف انت ليه مش عايز تصدقها. وانا مغفل؟ الفيلا دي اكيد وراها حكايه، ولازم اعرف اصلها وفصلها. يعني ايه؟ هكون بعتها وقبض الثمن؟ ما تاخذنيش ما كانتش جت قعدت عندكم. ما هو ده اللي خلى الفار يلعب في عبي. ابو علي، انا حاسس ان انت ظالم الست دي، مع ان انا يا اخي شايف انها غير اللي انت بتقوله ده خالص. جرابه كمان، هي قدرت تلف دماغك؟ لا خلي بالك، سميحة دي بحرها غويط، وأنا خايف تجرجر رجلك وتغرقك. بعدها لك بقى، أنت شايفني أهبل ولا عيل صغير؟ لا كبير، بس قلبك رهيب، وكفاية اللي حصل لك قبل كده. أنا عارف اللي أنا بعمله كويس. كده؟ طب نتكلم بصراحة بقى. أنت عايز منها إيه بالظبط؟ أنا؟ ولا حاجة. هو كل الحكاية إنها كان عندها كم مشوار، طلبت مني أوصلها. وعلى كل حال لو ده ضايقك بلاش منه. أنا اللي ضايقني إنك خبيت عني. أنا كنت فاكر إن هي بتقول لك. أنا ما عرفتش غير من الغرب، مش عيب؟ ما تاخذنيش، الناس هنا كلامها كتير. يا كمال صدقني، لو كانت تنفعك كنت أنا اللي قلت لك مبروك. أنت ابن عمي ومصلحتك هي مصلحتي. ابعد عني، أنا تعبانة. أنت إيه بس اللي مزعلك مني؟ أنا مش زعلانة ولا حاجة. بقول لك تعبانة وعايزة أنام.
مش معنى الليله دي تكونش فاكر ان انت اشتريتني. ايه النغمه الجديده دي؟ عاوز تزعل اختي وابقى كويسه معاك؟ بقى الحكايه كده. طب يبقى خلي اختك تنفعك بقى. الله، رايح فين؟ مدام مراتي مش عايزاني اروح اسهر مع اصحاب احسن. انت هتخرج من البيت دلوقتي؟ والله انا حر اعمل اللي انا عايزه. ما تفتح انت راخر. قولي يا حلاوه، ايه اللي رماك عين السعاده؟ مساء الخير على المقاطيع. مساء الانس على الاستقامه. تشرب ايه؟ شيشه وسباع. طمني يا عطر، هجرت فراش الزوجيه ليه؟ القرف وصل اوضه نوم يا عبد الفتاح. ايه الكلام ده يا راجل؟ ده انت معاك ست الستات كلهم صنف نمرود. ما قلت لك ما سمعتش كلامي، دول ناقصات عقل ودين. بقول ايه؟ ما تيجوا نلعب كام دور؟ وماله حبيبي؟ نلعب واحنا ورانا ايه؟ قشطة. ايه مالك؟ مش عارفة يا هدى، زهقانة عايزة اخرج اتفسح شوية. هتروحي فين؟ يعني بفكر اروح لأم جمال. لا طب الحكاية قلبت جد؟ مش عارفة يا هدى، قوليلي انت ايه رأيك؟ مش مهم رأيي، المهم رأيك انت. انا حاسه ان هو مهتم بيا، لكن من ناحيتي انا مش قادره احدد شعوري. تبقي غلطانه يا سميحه، لازم تتاكدي الاول من شعورك. كمال شاب كويس وابن حلال، لكن انا مش قادره اتصور سميحه ابو ماضي تحب ميكانيكي. صدقيني لو حبيتي كمال بصحيح مش هتحسي بفرق بينك وبينه. هات يا ابن البنت. جري يا ابو كمال، في حاجة مزرجانة معاك؟ لا ابدا، ده انا هوصل لغايه القهوه اشرب كوبايه شاي. طب ما تخلي الواد يجيبهولك. لا انا اصلي حسيت ان انا تعبان، فهوصل القهوه استريح شويه. براحتك. ده انا من ساعه ما شفت حضرتك حبيتك قوي، زي ما تكوني ماما بالظبط. ازيك دلوقتي يا ام؟ اخس عليك يا كمال، خضتني. الله 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 الله، انا خضتك؟ دي من ساعه ما جت يا ضنايا وهي ما عادتش على حيلها. وما قعدتش ليه بقى؟ روحش في قطه، بقى جنسها ايه؟ دي تلاقيها لخبطت كيانها اكتر من الاول. طيب قبل ما سيادتك تلبخ اتفضل تعالى معايا وشوف بنفسك. عن اذنك يا عمتي. اتفضلي يا حبيبتي. ها شوف. ايه ده؟ ايه رايك بقى؟ معقوله سميحه هانم بنت الزوات تعرف تعمل بايدها كل ده؟ يعني علشان ما تقولش ان هدى بس هي اللي شاطره في شغل البيت. بتعرفي تطبخي كمان؟ تحب تجرب؟ انت فين يا كمال؟ انت مش عايز تشوفني ولا ايه؟ لا ابدا، بس اصلي عندي شغل كتير اليومين دول. شغل؟ ولا حسن قدر يأثر عليك؟ حسن؟ وحسن هيأثر عليا ليه؟ علشان حسن شكاك وممكن يفهم الأمور غلط. أنا عارفاه كويس، ده بيغير. يغير من إيه؟ دي حكاية قديمة بلاش تعرفها. أنا مش عايزة أهز صورته قدامك. لا لا ما تخافيش، أنا ثقتي في حسن كبيرة أوي. اتكلمي. حسن طول عمره بيطاردني، ولما لقاني مش متجاوبه فكر انه يتجوز هدى وقدر يلف عقلها. لا لا مش معقول، انا اللي اعرفه ان حسن كان بيحب هدى، وانت ما كنتيش موافقه على جوازهم عشان انتم عيله كبيره وهو بني ادم على قده.
انا عمري ما فكرت بالطريقه دي. انا يمكن زيك يا كمال، مؤمنه ان الحب اقوى بكتير من الغنى والفقر. انا كنت معترض على اخلاق حسن، خصوصا بعد ما عرفته على حقيقته. مش معقول اللي بتقوليه ده، انا اعرف حسن كويس. خلاص يبقى انا هحكيلك كل حاجه واحكم انت بنفسك. في مره بابا الله يرحمه طلب من حسن انه يعلمني السواقه، وطبعا كان بيثق فيه جدا لان بابا هو اللي كان مربيه. امسكي الدركسيون. احط رجلي فين؟ هقولك دلوقتي، بس عشان تملك العربية اكتر قربي. ايه ده؟ انت اتجننت؟ امال عاوزة تسوق ازاي؟ امسك الدركسيون وبص قدامك. مش ماسكة حاجة. ابعد عني. بحبك يا سميحة، بحبك. سيبني بقولك، هقول لبابا. هقول؟ مش ممكن حسن يكون بالاخلاق دي؟ ده ابن عمي، ابن عمي. وبعدين انا اعرف حسن كويس جدا، اعرفه زي ما اعرف نفسي. معلش، الحقيقه دايما بتبقى مؤلمه. حسن؟ ايوه حسن. تحب اقولك اتجوز هدى ازاي؟ في ليله بالليل ظبطته معاها في الجنينه اهو، وما قدرش يرفع عينه فيا، طردته طردة الكلاب. من كام يوم اتخانق معايا وبهدلني علشان الفيلا والميراث. الكلام اللي بتقوليه ده غريب. علشان كده مش عايزاك تجيب له سيره باي حاجه تحصل بيني وبينك. كمال، انا خايفه يا كمال، خايفه قوي. ما تخافيش يا سميحه، ما تخافيش، اطمني. مفيش قوه في الدنيا هتقدر تفرق بيني وبينك. مش برضه مدام سميحه ابو ماضي ساكنه هنا؟ مظبوط يا فندم. اقولها مين؟ عليا صاحبتها. اهلا وسهلا، اتفضلي. سميحه. ايوه يا هدى. ايه؟ في حاجه؟ ازيك يا سميحه؟ اهلا يا عليا. اهلا. وحشاني قوي يا سميحه. اهلا يا عليا. هدى اختي، عليا صاحبتي. غريب اننا ما اتقابلناش في بورسعيد قبل كده. اصل هدى ما كانتش بتحب الاختلاط. اعملك حاجه تشربيها؟ اخد شاي بس لو سمحتي معلقه سكر واحده. حاضر. اتفضلي علي. انت ايه اللي جابك هنا؟ عرفتي طريقي ازاي؟ وطي صوتك لحسن اختك تسمعك، انا خايفه عليك. عايزه مني ايه بالظبط؟ كرم بيقول لك ما اتصلتيش بيه ليه؟ يعني انتوا مش ناويين تسيبوني في حالي؟ شيء غريب جدا. ما كفايه يا ستي اللي حصل لي من كرم بتاعك ده. يعني اقول له ايه؟ تقولي له يبعد عن طريقي، انا خلاص هتجوز. هتتجوزي؟ الف مبروك. بس انت عارفه كرم لما بيحط حاجه في دماغه ما بيسكتش، وانت حره. فكري كويس يا سميح، كرم مش هيسيبك، فاهمه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، انستي وشرفتي ومتشكرين على زيارتك. ودي عرفت ازاي طريق البيت؟ انا قابلتها صدفه واديت لها العنوان. اديتها العنوان كده من غير ما تستاذنيني؟ يعني انا طيشه بقى؟ وفيها ايه يا حسن؟ انا ما احبش الاشكال دي تعرف طريق بيتنا. انت ازاي تتكلم كده على اصحابي؟ صحابك تقابليهم بره، لكن اللي يخش بيتي لازم اعرف اصله وفصله. لا بقى يا حسن، مالكش حق في الكلام ده. والله انا حر. الله، وهي كمان حره في اصحابها. بس مش حره في بيتي. انا ما اقبلش الاهانات دي كلها. والله اذا كان عاجبك عيشها بقى تقرف. ايه اللي انت عملته ده؟ ايه مش عاجبك؟ انت روح اقرأ اهو اهو اهو. اهلا سميحه. اهلا وسهلا.
سميحة هانم أبو ماضي. أهلا وسهلا. علاء الشايب. صباح الخير. علاء، مش معقول كرم. انت رجعت امتى؟ انا فاتح مكتب هنا بقالي 3 اشهر. مكتب ايه؟ مكتب استشارات وتوكيلات. بالحق سميحه مراتي كرم عبد الغني، صديقي من ايام الدراسه. تشرفنا يا سميحه هانم. بصراحه بقى يا علاء انت كسلان. شفت الناس حتى وهي سهرانه بتنبسط؟ بتتكلم في المشاريع والفلوس متلتلة على قلبهم. أيوة بس دول ناس عندهم خبرة كبيرة. أنا بابا الله يرحمه كان دايما بعدني عن مسائل الشغل دي. أنت مش عندك أصحاب ممكن يساعدوك؟ مثلا كرم صاحبك، أنت مش بتقول إنه شاطر قوي؟ إلا شاطر، ده طول عمره عارف الفلوس سكتها منين. خلاص إحنا نعزمه على العشاء ونشوف يقدر يساعدنا إزاي. سميحة هانم تنفع سيدة أعمال عظيمة. متشكرة قوي. بس يا ترى إيه نوع الأعمال اللي ممكن نعملها؟ الأعمال كتير، بس أنت تنوي وأنا تحت أمرك. وممكن نبتدي بإيه يا أستاذ كرم؟ أنتوا معاكم كام؟ في الحقيقة مش كتير. يا ريت تشوف لنا مشروع صغير كده بحدود 50,000 جنيه. مش معقولة. ده أصغر مشروع النهاردة محتاج على الأقل 150,000 جنيه سيولة. ده مبلغ كبير قوي. لكن ده مشروع هايل. وافرض إنه هايل، هنجيب فلوسه منين؟ زي ما قال كرم، نرهن الفيلا وناخد سلفية من البنك. نرهن الفيلا لحد ما المشروع يقف على حيله وبعدها نفك الرهنية. أظن المكتب في منتهى الشياكة. موقعه مش بطال كمان. واللي هيدفع فيه مش كتير، 1,000 جنيه في الشهر. بس هو صاحبه طالب سنة مقدمة. طيب والبضاعة اللي هنشتريها هنشيلها فين؟ كده بقى يلزمكم مخزن. طب وده هيكلفنا كتير؟ يا علاء ما تبصش دلوقتي للتكاليف، بص للمكسب اللي جاي. انا متاكد ان مشروع زي ده هيغطي تكاليفه في 6 اشهر بالكتير. في اخر السنه بقى هضمن لك مكسب 250,000 جنيه. ربع مليون جنيه؟ هتفتحوا الاول اعتماد في البنك بتمن البضاعه. مش لما نسافر الاول ونتفق على البضاعه؟ طب وليه التعب ده؟ انا مكتبي هيقوم بكل حاجه. الحقيقه احنا مش عارفين هنرد جمالك دي ازاي. انا نفسي اخدم، خصوصا ان علاء غالي عليا قوي. ما كفايه شرب بقى يا علاء، انت شربت كتير قوي الليله دي. اصلي مبسوط، مبسوط قوي. ما دام مبسوط خليه يشرب. اشرب يا علاء الليله دي وانبسط، بعد كده ورانا شغل كتير. اصلك ما تعرفوش لما بيشرب بتبقى حالته ايه. وعدين معاكي بقى يا سميحه، كرم مالك خلينا اشرب، والكرم لما بيقول حاجه بيقولها مظبوط قوي. خد السيجارة دي وهي هتسهل لك قوي. أنا تعبت قوي من المشاوير النهاردة، هقوم أنام. صباح على خير. في حاجة؟ علاء جرى له حاجة؟ علاء، علاء ضاع. شباب علي أنا الكلام ده؟ ده أنت عينيكي من ساعة ما قعدت معاكي بتقول إن أنت فاهمة كل حاجة. أنت عايز إيه؟ أنا عاوزك يا سميحة، أنا من ساعة ما شفتك وأنا بحبك، بحبك بحبك يا سميحة. ابعد عني، انت سكران. ما تحاوليش بره. ما تحاوليش، انا مش قادر. الواد الخيبان ده انت خساره فيه. انا اللي اعرف ان انت بتحبي. انا بحبك يا سميحة. انت مجنون. سميحة، سميحة، الله، سرحانة في إيه؟
مالك؟ خايفة كمال يضيع مني. وإيه اللي خلى الإحساس ده عندك؟ أصله ما يعرفش كل حاجة عني. يعرف؟ أنت في إيه في حياتك يخوف؟ أنت طبعًا عارفة علاء قد إيه كان ضعيف. كان لازم أنا لوحدي اللي حافظ على الفيلا. الشيء الوحيد اللي فضل من ريحة المرحوم بابا. وبسبيل كده اضطريت ان انا اعرف رجاله كتير علشان اعمل معاهم شغل او اي مشاريع تنقذني. صدقيني يا هدى، انا كنت بعتبرهم زي اخواتي اصدقائي، لكن هما كانوا كلاب، كانوا بيحاولوا يستغلوني علشان اضعف. ولما يأست جيت على هنا. أنا خايفة لو واحد من الماضي يطلع لي تاني. خايفة كمان يفهمني غلط. أنت ما عملتيش حاجة غلط. الماضي ملوش أي قيمة لو البني آدم حاول ينساه. بس الماضي ما بينساش البني آدمين. يفضل يطاردنا لحد ما نموت. هاتي القلم افتح هنا. يلا ما بتشغلش العربيه ليه؟ تعالى افتح الكابوت. ده ايه اللي اخرك؟ في واحد زبون سال عليك. كنت بدور على شويه اكسسوار العربيه. ما قلت لك سيبك منها وما تتعبش نفسك. عجباني يا اخي، داخله مزاجي وهفضل وراها لغايه ما اخليها زي الفل. انا خايف تعبك يروح على الفاضي. بقول لك ايه، خليك صريح وهات من الاخر. وايه الفايده؟ انا قلت كتير وكلامي طرف الهوا. يا ابني انت ما بتتعبش من النصايح. صدقني انا قلبي عليك. وفر الكلام ده لنفسك يا اخويا. قصدك ايه؟ قصدي انها مهما كانت تبقى اخت مراتك. وانا حسن ابن عمك اللي طول عمره تهمه مصلحتك. ما قلناش حاجه، بس دي برضه اخت مراتك يا حسن. يعني ايه؟ اقول لك ايه، خلي الطبق مستور. افتح العربيه يا انت. ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ مش جاي لي نوم. امال فين هدى؟ هتكون فين يا نايمه جوه. اديني سجاره. انت لسه ما اتعلمتش لحد دلوقتي؟ طلعها لي. اتفضلي. ولا جسم ملك مش طايق تبص لي كده ليه؟ خش غطي نفسك بحاجه. الدنيا حر، مش طايقة حاجة عليا. وما يصحش تقف جنبي بالشكل ده كمان. وما يصحش ليه؟ ليه؟ ما ترد عليا. سميحة، أنا مش فايقلك. أنت بتكرهني ليه يا حسن؟ ليه؟ عملت لك إيه؟ على الحال ده يا حسن؟ أنا مش فاهمة إيه سبب اللي أنت عامله في نفسك ده؟ إيه اللي حصل؟ حصل اللي كنت خايف منه. كمال. ماله كمال؟ لأول مرة أحس إنه مش طايقني، وكلامه في حاجة مخبيها. مش عارف أختي قالت له إيه من ناحيتي. ليه؟ أنت اتخانقت معاه؟ أنت عارف أنا بحب كمال قد إيه؟ يبقى لازم اتكلمت بقى وحش قدامه عن سميح. خلاص كلكم بقيتوا ضدي، انا بس اللي غلطان. ايه اللي بتقوله ده يا حسن؟ هي دي الحقيقه. حتى انت كمان اتغيرتي، ما بقيتيش هدى اللي انا اعرفها، مراتي حبيبتي اللي بنسى مشاكلي في حضنها. اخس عليك يا حسن. من ساعه اختك ما جات البيت ده وهي بتحاول تهد كل حاجه حلوه فيه.
حسن، ده انا بحبك يا حسن. وانا ليا حتى في الدنيا غيرك؟ قول لي دي بقى. كمال. انا نفسي انك تبقى حاجه تانيه. حاجه تانيه يعني ايه؟ يعني تسيبك من ورشه العربيات دي وتاخد توكيل عربيات لوحدك، او تفتح اجانس، ولا اقولك تبقى تاجر قطع غيار. حيلك، انت فاكراني مين؟ ليه؟ انا اعرف ناس كتير جدا ما كانش عندهم حاجه فتحوا اجانسات وبقوا يلعبوا بالفلوس لعب. يا ست احنا كده الحمد لله فل. الطموح مش عيب يا كمال. اسمع كلامي، انا هقف جنبك. ايوه، بس الورشه اعمل فيها ايه؟ اخلص منها، اقلبها لمحل شيك لقطع الغيار. وحسن، انت ناسي انه شريكي؟ انت مش بتقول ان الورشه ورثها عن المرحوم والدك، وان هو شريك بالمجهود وبس؟ ايوه. طب خلاص، اديله قرشين وخليه يروح لحاله. لا لا يا سميحه، ما اقدرش اعمل كده. وليه هو مش خايف على احساساتك وكل يوم يقرفني؟ ايه ده؟ هو ضايقك تاني؟ تاني وتالت ورابع. مش محترم العلاقه اللي بيني وبينك، زي ما يكون مستهيفك او مستخسرني فيك. تصور يا كمال، لسه اول امبارح. ايه ده؟ انت ازاي تدخل علينا بالشكل ده؟ بحبك يا سميحة. تحبي ايه؟ انت مجنون؟ مش قادر استنى. اطلع برا، اطلع برا بقولك. بحبك يا سميحة. اطلع برا. صدقيني برا. استنى عنك برا. عند الهدى. انا عايز حالي مرحوم عليك. هتندم يا سميحة. ده غير انه طول ما هو في البيت قلع هدومه وماشي بالفانيلا رايح جاي من غير ما يراعي ان في واحده ست موجوده. كل ده انا كاتماه في نفسي وساكتها علشان هدى ما تحسش بحاجه وتزعل وهي حامل. شفت انا عايزاك تخلص من الورشه ليه؟ علشان تخلص من شركته وما يبقالوش حاجه عندك. انت صح، عندك حق. ممكن اطلب حاجه كمان؟ تطلبي؟ انت تأمري. عايزك تهتم بمظهرك شوية يا كمال، يعني تغير طريقة لبسك، تلبس حاجة حلوة شيك. انت عارف الناس بتحب المظاهر، وده كمان هيساعدك كتير قوي في شغلك اللي جاي. صباح الخير يا ابو علي. صباح الخير ابو كمال. ايه الشياكه دي؟ انت اجازه النهارده ولا ايه؟ اجازه على طول ان شاء الله. انت الظاهر جاي رايق على الصبح. الحمد لله. ابو علي، انا كنت عايزك في موضوع مهم. اوي اوي. تحت امرك. خير؟ خير ان شاء الله. أنا طبعا عارف حسن إنك تتمنى لي الخير دايما. ربنا وحده اللي يعلم. يعني أنا لو فكرت أقفز أفزل قدام ما تزعلش. مش فاهم. ما أخبيش عليك، أصل أنا يعني نويت أصفي الورشة. آه، قصدك يعني نفض الشركة اللي بينا؟ وماله؟ براحتك. لا أنت فهمتني غلط. أنا قصدي يعني نقلب الورشة دي لحاجة تانية. محل إكسسوار مثلا. وإيه لزوم الشقلبة دي؟ ما هي ماشية حال والحمد لله. حال إيه بس يا عم؟ أنا خلاص الميكانيكا هدت حيلي. هدت حيلك؟ ولا ما بقتش قد المهام؟ قصدك إيه بقى؟ قصدي إنك تفوق لنفسك. وما تسيبش واحدة ست تلعب بيك وتشقلب كيانك. أنا ما اتخلقش اللي يلعب بيا. أنا عارف اللي بعمله كويس قوي وبعمله من دماغي. وبقول لك إيه؟ إذا ما كنتش عايز تشتغل في اللي أنا شايف إن فيه مصلحة ليا، أنت حر؟ طبعا حر. وطول ما انا عايش هفضل حر، ومش انت ولا غيرك اللي هيعلمني اشتغل فين.
اعمل ما بدالك، لكن بقولك من دلوقتي هتندم يا كمال. صدقيني يا هدى، لو شفتي كمال دلوقتي مش هتعرفيه، بقى حاجة تانية، آخر شياكة. المظهر ما بيغيرش صاحبه. أنا بحب حسن حتى لو كان لابس أي حاجة. يا سلام، وبتحبي كمان إنك تفضلي مرات الميكانيكي القسط حسن؟ الله، أمال أنت عايزة تتجوزي كمال ليه؟ أنت ناسية إن هو ميكانيكي؟ ومين قالك إن كمال هيفضل ميكانيكي؟ بكرة هيبقى كمال بيه صاحب أجانس عربيات. أجانس عربيات؟ من إيه؟ أنا هقف جنبه وهعرفه على ناس من صحابنا رجال الأعمال وهيساعدوه لغاية ما يوصل. طب وما عملتيش كده ليه مع المرحوم علاء؟ أصل كمال حاجة تانية غير علاء. علاء ما كانش يقدر يتحمل أي مسؤولية. لا، قولي إن أنت عايزة تفصلي كمال على مزاجك أنت لحد ما يبقى لايق عليكي. أنت مش بتحبي كمال لشخصه. مين قال كده؟ أنا بحب كمال، بحبه جدا، ده أصبح الأمل الوحيد بالنسبة لي، بس ده ما يمنعش إن أنا أحاول أغيره، أقف جنبه وأساعده لغاية ما يبقى الراجل اللي أنا بحلم بيه. ما تريحي نفسك وتشوفي لك واحد جاهز أسهل، بدل ما تتعبي نفسك وتفصلي راجل يناسبك. إيه ده؟ أنت كنت واقف تصنط علينا؟ إيه اللي تزوق دي؟ طولك لسان مش عاوز. حسن، حرام عليكي، الواد مش قدك، ابعدي عنه، أمه ما حلتهاش غيره. هو كان اشتكى لك ولا ايه؟ يا ريته كان اشتكى. الله، وبعدين معك يا حسن. انا عايز اعرف جاي تتمسحي فينا ليه؟ ايه اللي حلو فينا؟ مش احنا برضو الناس اللي واطيين اللي ما نقدرش نرفع عينينا فيك يا سميحه يعني؟ حسن كفايه بقى. انا بس اللي اقول كفايه. لا انا ما اقدرش استحمل الاوضاع دي كلها. امبوسيبل، مش عاوز كلام زياده انا. تقعدي بادبك اهلا وسهلا. مش عايزه الباب اهو يفوق جمل. عندي عشانين. مش رايحه شاليهات. اقف هنا، اقف. سميحه، بقول لك اقف هنا. حسن، مش رايحه شاليه. ايه حكايتك يا سميحه؟ عاوز مني ايه؟ حياتي وحطمتها، سمعتي وضيعتها، عايز مني ايه تاني؟ عاوز مصلحتك يا عبيطه، عايزاني اشوفك عايشه في حاره زي دي ومش عايزه تصعبي عليا. طب اختك وقلنا عليها عبيطه وضحك عليها الواد السواق، لكن انتي سميحه اللي مخها يوزن بلد. انا خلاص هتجوز. وماله؟ اذا كان نفسك في الجواز اتجوزك. اتجوزك انت؟ انا خلاص اخترت الانسان اللي هتجوزه. الواد الميكانيكي؟ ايوه، الواد الميكانيكي. براحتك، بقى يومين تقعديهم عند اختك تتعدي منها. حد يصدق ان سميحه ابو ماضي اللي كان رجاله البلد واغناها يتمنوا تراب رجليها تتجوز واد ميكانيكي وتعيش معاه في حاره سد؟ دي حياتي وانا حره فيها. لا، مفيش حاجه اسمها حره. إن سبتك الماضي مش هيسيبك. صدقيني يا سميحة، أنت مالكيش غيري، أنا بحبك. وأنا من إيدك دي لإيدك دي. بتحبني ولا لسه عايز تستغلني؟ وماله، نحب ونستفيد، حد يكره المصلحة؟ أنا مصلحتي مع كمال، ومفيش قوة في الأرض هتقدر تبعدني عنه. وأنا كمان مفيش قوة في الأرض تقدر تبعدك عني. فوق لنفسك يا سميحة، ده انا كرم اللي ما كنتش تستغني عنه ولو لحظه واحده، فاكره؟ ولو استغنيتي
هدفعك الثمن غالي قوي يا سميحة. فاهمة يا روحي؟ اوعى تتصور انك ممكن تلمسني تاني. انا خلاص مش راجعة يا كرم. مش راجعة يعني مش راجعة. ولو حاولت تقف في طريقي هقتلك. فاهم يعني ايه هقتلك؟ فاهم يا سميحة. مين الراجل اللي كنت راكبه معاه العربية؟ ده جوز صاحبتي. كدابة، مالكيش اصحاب في مصر. ده دول صحابي من بورسعيد وعايشين هنا دلوقتي. طب كان عاوز منك ايه جوز صاحبتك؟ اصله متخانق مع مراته وطلب مني نتدخل. وسطة خير قوي. يا سلام، انا حرة اعمل اللي انا عايزاه. ما انتش حرة. ازاي مش حرة؟ انت ايه هتأجر على تصرفاتي؟ قلت لك 100 مرة قبل كده، طول ما انت عايشة في البيت ده انا المسؤول عنك. هي جناية. اه طبعا جناية. ده جوز صاحبتي. لا مش جوز صاحبتك. بتعرف منين؟ وحتى لو كان ازاي تركبي؟ ايه مالك؟ مالك يا ولد؟ عاجبك كده؟ صفيري الدم خطر عليها، مش قادر تراي ان مراتك حامل. اجيب لك دكتور؟ لا 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 مفيش. اقعدي اقعدي ارتاحي. لا 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 ادخلها جوه تفرد ظهرها. الله يجازي اللي كان السبب. اعوذ بالله. كمال بيعمل كده؟ ده انتوا اكتر من الاخوات. تقول ايه بقى لما الشيطان يدخل بين اتنين؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تعرف سميحة منين؟ وعاوز منها ايه؟ أنا مش عاوز منها حاجة. اوعى سيبني. هسيبك. مش هسيبك الا ما اعرف انت مين وعاوز منها ايه. انت قبل ما شرفتك بقول لك. اوعى انت. اوعى اوعى سيبني. بقول لك انت. تعرف سميحة منين؟ هتتأخر هناك كتير؟ كلها يومين، أخلص الشغلانة وأجي على طول. كان نفسي أجي معاك، البلد وحشتني قوي. معقولة تروحي وأنت حامل؟ أشوف وشك بخير. تروح وترجع بألف سلامة. استنى، يمكن سميحة تكون عايزة حاجة. يا سميحة؟ سميحة؟ أيوه، ده في حاجة؟ حسن مسافر بورسعيد. مش عايزة حاجة من هناك؟ أنت مسافر بورسعيد؟ مسافر بورسعيد ليه؟ شغل. عندك مانع؟ قولي له لو كنت عايزة حاجة. لا متشكرة. خلي بالك من نفسك، ما تعمليش مجهود. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. مالك يا سميح؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. We'll be right back.
مالك يا سميحة؟ في ايه؟ انت مخبية عليا حاجة؟ انا خلاص يا كمال، ما بقتش مستحملة، مش قادرة اعيش مع حسن في مكان واحد. عمل ايه تاني؟ امبارح قعد يقرف فيا، ولما لقى اني مفيش فايدة طلب مني اسيب البيت. يسيب البيت؟ طب ده انا كنت مستني لما حكاية المحل تنتهي. لا، احنا نتجوز فورا. يا ريت يا كمال، النهارده قبل بكره. انا مش عايزاه يرجع من بورسعيد يلاقيني في البيت. نتجوز بكره يا حبيبتي، بكره. يلا اضحكي اضحكي. بحبك يا سميحه. يلا ناكل لقمه. وبعدين معاك بقى يا كمال، مش قادر تصبر لبكره؟ مش قادر يا سميحه، مش قادر. ما دام مش قادر بقى، روح هات المأذون دلوقتي. طب والله انا لو ضامن الاقيه صاحي كنت رحت له. لا بقى، بعدين ازعل منك، وبكره قدام المأذون هقول مش موافقه. بقول ايه يا سميحه؟ ما نستنى لما يجي حسن. بقى بعد اللي عمله حسن معايا، برضه عايز تستناه؟ اللي تشوفيه يا سميحه. طب يلا بينا نفرح هدى. ايوه بس الوقت متاخر. تعالى يا اخي، هو انت غريب؟ يلا. مساء الخير يا هدى. مساء الخير. مساء الخير. اهلا يا كمال، اتفضل. ما كان لسه بدري. انت جيت من بورسعيد امتى؟ انت مش كنت هتقعد يومين؟ ايه؟ الغاب القط تلعب افر؟ قصدك ايه؟ اهلا يا كمال. ازيك يا حسن؟ اصل انا وسميحه كنا. ايه كمال، انت واقف كده ليه؟ ما تتفضل. لا معلش، الوقت اتاخر ولازم اطمن على والدتي. تصبح على خير. استنى يا كمال، عايز اكلمك في موضوع مهم. انا كمان عايز اكلمك في موضوع مهم، بس بكره بقى. ليه؟ اسم. وانت من اهل؟ طب هفوت عليك بكره. لحقت تهرب لاوضتها؟ مالك يا حسن؟ انت من ساعه ما وصلت من بورسعيد وانت مش طبيعي. في حاجه حصلت في شغلك؟ انا ما سافرتش عشان الشغل. الله، امال سافرت ليه؟ عشان اتاكد من حاجات بخصوص اختك بعد جوزها ما مات. ما هي قالت لك المرحومه علاء ما سابش حاجه خالص. انا قصدي حاجات تخص سمعتها وشرفها. يعني ايه؟ في ناس قالوا لي حاجات عنها، وانا سافرت عشان اتاكد من كده. لا يا حسن، ما تصدقش اي كلام يتقال. انت عارف الناس مش غايه غير انها تطلع اشاعات. دي مش اشاعات، اللي عرفته حاجات حصلت وتاكدت منها. لا حرام عليك بقى يا حسن، ما تظلمهاش. انا ما بظلمش حد، هي اللي ظلمت نفسيها. سميحه. الله، سيبها دلوقتي يا حسن، سيبها في حالها دلوقتي. سميحه. استنى. ايوه يا حسن، في حاجه؟ انت طبعا تعرفي واحد اسمه كرم. ايوه، ده جوز صاحبتي اللي انت شفتيني معاه. انت متاكده انه جوز صاحبتك؟ قصدك ايه؟ كرم قال لي على كل حاجه، وقال لي على العلاقه اللي كانت بينك وبينه. ده كذاب، انا ما كانش في بيني وبينه اي علاقه. ده كان صاحب علاء جوزي، ولما علاء مات طلب انه يتجوزني، انا رفضت. طب واسماعيل ادهم؟ اسماعيل ادهم؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. بس هو يعرفك كويس. اسماعيل افتكرت، ده كمان كان عايز يتجوزني وانا ما وافقتش. طب وكمال ابراهيم تاجر البطارخ، وفتوح ابو عيطه صاحب شركه اعالي البحار؟ تقصد ايه باللي انت بتقوله ده؟ قصدي ان الست المصون اختك ما جاتش هنا عشان تريح اعصابها زي ما بتقول. دي جت هربانه من فضايحها، سرقتها بورسعيد على كل لسان. معقول؟ ايوه، عندي دليل. مستعد اجيب كرم هنا، ولو اني ما بدخلش الاصناف دي بيتي، لكن مستعد اجيبه عشان يقول لك على الحقيقه. واولها اولا انا مش متجوز صاحبتها الست عليا، ده عايش معاها في الحرام. الكلام ده صحيح؟ ايوه صحيح. انتوا ما تعرفوش حاجه، ما تعرفوش اي حاجه. انا بعد ما بابا ما مات كنت لوحدي، ضايعه وتعبانه ومديونه.
دخل كرم حياتنا وفرض نفسه على كل حاجة. حاولت مع التجار لكن مفيش فايدة، كل واحد فيهم عاوز فلوسه. وبعدين يا كرم هنعمل ايه؟ مفيش غير انكم تبيعوا الفيلا وتسددوا سلفية البنك، واللي يفضل تسددوا بيه بقية الديون. مش ممكن، ده يبقى خراب. ما تخافيش يا سميحة، انا هحاول اعوضك عن كل اللي فات، بس انتي مهمة تحطي كل ثقتك فيا. انتي عارفة انا قد ايه بحبك، بس المهم انتي تشوفي طريقة تخلصي بيها من علاء. ده انسان خرع ما ينفعكيش. لا انت كذاب كذاب وسافل، ضيعتني وضيعت علاء وضيعت كل حاجة. سميحة ابدا. سميحة انت كذاب، ايه اللي طلعني هنا؟ ابعد عني ابعد عني ابعد لا لا مش ممكن مش ممكن. ومات علاء وبقيت وحيدة. سيطر علي يا كرم، سيطر علي في كل حاجة، وضعفت ورضيت، رضيت على أمل واحد، إنه وعدني إنه حيقدر يرجع كل اللي راح. واستغل كرم ضعفي واحتياجي له، وبقيت زي اللعبة في ايده، يحركني زي ما هو عايز، بدفع ثمن ضعفي من حياتي ومن سمعتي. حسيت كتير بالندم والخوف، بس يا خسارة. بعد ايه؟ بعد ما تأكدت ان اللي راح مش ممكن حيرجع تاني، مش ممكن. قلت اجي على هنا وقابلت كمال وحبيته. ملكيش دعوة بكمال يا سميح، لازم تبعدي عنه لازم. مش ممكن، بيقول لي ابعدي عنه ازاي؟ كمال بقى الامل الوحيد بالنسبة لي، ده البني ادم اللي انا هبتدي معاه حياتي من جديد. يبقى لازم يعرف، وبعد كده يحبك يسامحك يلعنك يقتلك، هو حر. لازم يعرف. انت كذاب انت كذاب، ازاي تقول على سماحة كده؟ ازاي؟ هي دي الحقيقة يا كمال. الحقيقة انك عايز تفرق بيني وبينها لأغراضك الدنيئة. انت بتشك فيا يا كمال؟ انت عارف كويس اني بعتبرك اخويا الصغير، بس سميحة دي تعبان وما تخليهاش تلف حواليك. كذاب كذاب. سميحة قالت لي على كل حاجة، قالت لي على محاولاتك الدليئة معاها. دلوقتي جاي تفتري عليها؟ عايز تنتقم منها عشان رفضت تخون اختها معاك؟ بنت هي قالت لك كده؟ تبقى ضحكت عليك مرتين. تقدر تقول لي اشمعنى جاي تتمسح فينا دلوقتي؟ ما طول عمرها بتبص للي زيها من فوق. سميحه طول عمرها عايشه في عالم تاني مش بتاعنا، وعشان تفضل عايشه في العالم ده باعت نفسها. لقيتك قدامها طيب وابن حلال وما عندكش خبره، ضحكت عليك ودخلت في مخك حكايه الحب والجواز. مش ممكن، ده كلام فارغ اللي بتقوله، مستحيل سميحة تكون بالشكل ده. إذا كنت مش مصدقني تقدر تروح سجن القناطر،
وهناك هتتأكد إنها كانت مسجونة سنة في قضية دعارة. طب أنا هروح. هروح علشان أثبت للكل إنك كذاب ومفتري. ابن حلال كويس انك جيت. الست هدى نقلوها المستشفى. المستشفى؟ ليه خير مالها؟ الف مبروك مقدما يا ابو علي. هتولد؟ والست سعديه مراتي معايا في المستشفى. وازع حاجه ساعه على كل الموجودين يا جدع. كمان اتاخرت ليه؟ امال فين المأذون؟ في ايه؟ رد عليا يا كمال، رد عليا. في ايه يا كمال؟ حسن قال لي على كل حاجه بس انا ما صدقتوش. الحمد لله انت ما صدقتوش علشان انت انسان عظيم. انت انسان نظيف. لكن حسن ده كلكوا زي بعض، كلكوا صنف واحد. كدبتي عليا ليه؟ كدبتي عليا ليه؟ انت مجنون. مجنون. ايوه مجنون، مجنون يوم ما صدقتك. بلاش بلاش يا كمال. مجنون يوم ما حبيتك. حرام عليك، انا حبيتك. هو اللي زيك يعرف الحب؟ بس الحمد لله ان انا عرفتك على حقيقتك. حسن كان عنده حق. انا كنت هتجوزك انت، كنت هسلم اسمي وشرفي لواحده زيك انت. انت اللي زيك ما يعرفش غير الكذب. وبعدين انا عايز اعرف انت كنت عايزه تتجوزيني ليه؟ ليه؟ هما اللي عرفوكي قبلي كانوا اتجوزوكي؟ اللي اتقفشتي معاه ودخلتي بسببه سجن القناطر كان يتجوزك؟ يا فجأة بس بس كفاية كفاية. لا مش كفاية. أنا حبيتك، أنا حبيتك فعلا. فتحت لي قلبي، حكيت لك على جرحي واللي عذبني في حياتي. أنا كنت مستعد. مستعد إيه؟ أنت بأي حاجة بتحاسبني وبتكلمني؟ أنا من يوم ما حبيتك وعرفتك غلطت معاك في إيه؟ أذيتك في إيه؟ أنت أذيتيني في حياتي كلها. طب يا ريتك يا ريتك اعترفتي لي، كنت سمعتك. اعترف لك وتسامحني؟ انتوا الرجاله تعرفوا السماح. انا لو كنت قلت لك حقيقتي كنت هترحمني، كنت هترميني هبيت الكلابه. فجر فجر. الهي انت قاعد بالسلامه. ما تتعبيش نفسك، ما تتعبيش نفسك. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هو ده؟ آه. يا ابن الكلب، إيه رأيك نسميه زقلط؟ لا 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 بلاش هزار، تعرف أنا نفسي أسميه إيه؟ إيه؟ حسن زيك. معقول؟ يبقى اسمه حسن، حسن، حسن. وماله؟ حسن وحسن وحسن، ربنا يخلينا حسن. سونا. طمني. هدى اخبارها ايه؟ انا قلت لها هاجي معاكي علشان المستشفى، انا تعبانه قوي. قالت لي انت تنامي وترتاحي. قولي بقى اعمل لك شاي ولا تشرب معايا كاس ويسكي؟ انا راجع تعبان وعاوز انام. تعبان؟ تحب اريحك ولا انت مزاي كمان؟ هو كمال جه هنا؟ جه هنا. اسكت.
دي كمال اتجنن خالص خالص، مخه ضرب، جه هنا واقف يشخط وينطر ويقول كلام كده زي اللي بيتكلموه بتوع السيما. الحمد لله انه عارفك على حقيقتك. حقيقة مين؟ ده بس ايدي ورجلي علشان انا هو ندمان وانا سامحه واتجوزه، وانا بقى طردت وطردة الكلاب. عظيم، هو جه وانت طردتيه، عظيم عظيم. هو جه انت طردتيه، عظيم جدا. انت جدا ايه ده؟ يا جن انت يا جن. ايوه كده، اظهر على حقيقتك. حقيقتي ايه؟ قول اللي انت مخبيه. مخبي ايه؟ قول اللي في قلبك. ايه اللي في قلبي انا؟ قول انك بتحبني. ايه؟ انك عايزني. ايه؟ انك ما تقدرش تعيش من غيري. انت اتجننتي؟ ما تقدرش تستغنى عني. انت اتجننتي؟ ولما انت ما بتحبنيش فرقت بيني وبين كمان ليه؟ ضيعتني ليه؟ ضيعت حياتي ليه؟ انت بقول لك ايه؟ عدي الليله دي على خير. كلاب كلاب حيوانات خنازير. ازاي سميحة حسن؟ اوعى تكون زعلتها. اختك ما بقتش طبيعيه اليومين دول. ليه؟ حصل حاجه؟ بقت بتهلوس، وكل ما تشوف حد تقول له انت حيوان وخنزير. معقولة يا جمالي؟ ما حصلتش. اتفضلي. ميرسي. أنا آسفة مش هقدر أرقص معاك أكتر من كده عشان الجماعة مستنياني. أهلا أهلا أهلا. أنت جيت إمتى يا خليل بيه؟ أهلا. بتقولي؟ لا 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 مش سميحة. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية سميحة واحدة. سميحة مش تفركولي؟ سميحة أنا هتجوز امبارح والمازون زمانه جاي. سميحة هو افتحوا افتحوا بسرعة، افتحوا له الباب. لازم تفتح الباب. هذا هذا انتي ما بترقصيش ليه يا حبيبتي؟ بابا استنى، انت مش عايزاك ترقص الرقصه دي معايا. بابا هدى دي مش مننا، علشان كمان ده ميكانيكي. شفتي شفتي فستاني الجميل؟ اسمين بي ادهم جابهولي من باريس بالطياره بتاعته. سميح لا 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 يا كمال، لا لا يا كمال، انت اكبر من كده بكتير، دي تجربه صغيره. سيب ده، مش عايزنا نرجع نشتغل مع بعض.